النساء، واشكر ايضا زملائي وشركائي الهم النهوض بالتعليم بالعراق للسماح لي ان اتحدث عن هذه عن مشاركتنا بهذا المشروع بهذا الحديث عن 4 سنوات من العمل المتواصل. هو اكيد حديث يحتاج وقت كثير، لكن راح اركز على النقاط الرئيسيه. خلي اقول يعني باختصار هذه المحاضره من اين بدانا واين انتهينا. خلي اقول لك هذه القصه لازم انا قصه نجاح. حتى نقول قصه نجاح لازم نعرف النجاح اول مره. كيف بدا كيف كنا كيف كنت انا شخصيا اتحدث عن نفسي حتى ما اتحدث عن غيري. انه انا كنت اعرف الطريق الان هاي السنه يعني كملت 21 سنه في التعليم العالي في نفس الجامعه جامعه الكوفة. 9 منها في الحصار الاقتصادي والعلمي والبقيه هي ما بعد 2013 وتغيير النظام. الى اخر 2010 او 2011 خلينا نقول بالتعليم باعتبار بدا البرنامج. اشتغلت في كثير من المواقع. من عضو لجنة امتحانية صغير إلى رئيس قسم إلى معاون علمي معاون إداري، لكن ما فارقني في يوم هذا الشعور مع روبنسون كروزو. إنه روبنسون كروزو في جزيرة العالم اللي حوله وما يدري، هو لازم يبدي من جديد، هو لازم يبدي مسيرة البشرية من جديد. فدائما عندي سؤال، إحنا شو بنسوي؟ التعليم بالعالم وين وصل؟ ندخل مواقع إنترنت مواقع جامعات، لكن ما وصلت هذا السؤال. وحالي كان مثل حالي. لهذا أنا أعتبر النجاح لهذا البرنامج إذا أردنا نقيم النجاح تحققنا هو أن إحنا عرفنا شرير وشخصنا مشاكلنا وإلى أين نريد أن نذهب. طبعاً بالعمل الجماعي. هذه صورة فوق نزلنا يا مراحل المشروع. راح أخذ مثل هايلايتس أو النقاط الرئيسية اللي أكثر ما أعتبرها يعني النقاط اللي تستحق الاهتمام أكثر في كل مرحلة من مراحل المشروع. مثلاً سار كلكم هذا حتى سويته السار وكذا، لكن أنا أعتبر أروع ما بالسار غير تعلم الأمور سوات وغيرها إنه هو الإحصاء التحليلي. كنا نسمع معلومات دائما لكن ما نحلل هاي المعلومات. راح أذكر مثاليا يعني كيف إن هذا الإحصاء وهاي المعلومات قادتنا إلى أفكار والأفكار تولد أفكار. مثلا عدد الإناث وعدد الذكور، نسبة الإناث أكثر من الذكور بالمرات 2، فهذا يعني إنه إحنا بعد نخرج مهندسين وبعد نخرج ربات بيوت. هذا السؤال كويستشن مارك صار كبير امام كليتنا، وتعرفون ان كليتنا ايضا في بيئه محافظه. الشيء الاخر انه مثلا الاورجن او يعني كل واحد وين سكن من الطلاب، اكتشفنا بالحقيقه انه نصف الطلاب من خارج النجف مو من سكنه المدينه. وثلثين او 90% من دول خارج النجف هم يسكنون في مدن قريبه تبعد 80 60 كيلو عن النجف. وما يسكنون اقسام داخليه. فمعناها كل واحد من عندهم يقضي يوميا 4 ساعات في الطريق. فهذا فتح لنا افق انه نتكلم على المستوى العلمي، لازم ندعم، لازم نشجع في حال القسم الداخلي يسوي احصائيات القسم الداخلي وهكذا. فالاحصاء التحليلي انا اعتبره اهم شيء، اهم تطور وتغير بالكليه مالتنا في بموضوع السار. المرحله اللي كانت اللي بعدها الزياره الميدانيه، يمكن يعني عن بعض الصور خليت حتى بس الصوره هاي الوسطانيه اللي ارفعها شويه لانه تشوفون الحركه اللي بهاي الصوره. التعطش من الطلبه من كذا انه يعطون معلومات بس لناس من خارج الكليه، مهم جدا ان نجيب لا اسئله في اليوم عندنا ضيوف في الكليه ونخليهم يخبرون بالطلاب ويسمعون اراء عن الكليه، لانه مو دائما لقاءاتنا مع الطلبه توصلنا الى نتائج ملموسه والى صراحه من الطلبه. ثم انتقلنا الى خطه التطوير وسوينا حسب الفقرات مال التقييم الذاتي اللي هي محور الطلبه محور التنظيم الاداري. وهذه هي خلنا ريكومنديشن اللي بنشوفها 45 ريكومنديشن الريفيو جروب انطونا صارت هي اساس لوضع خطه التطوير. طبعا ما ممكن تكون خطط بدون هاي الاشياء اللي صار نحكي عليها اليوم اللي هي مساله الهدف ومساله المسؤوليه والجدول الزمني الى اخره. هذا كله عرضناه في سنه 2013 في اكتوبر عندما كان من بعد فيز 1 الطور الاول من الكليات يناقشون خطه التطوير. هذه انا حابب اعيدها لكن خلينا نشوف شنو اللي صار بعد ما رجعنا من اكتوبر، يعني من ورشة اكتوبر 2013. واجهنا تحدي. يعني انا اكتشفت انه فكرت بكل شيء الا الاموال. تصورت كانه يعني صورت الوزاره مثل مغاره علي بابا وانا بهيجي ايدي اخذ فلوس واقول نفذوا هيجي، سووا هيجي، اشتروا هذا المختبر كذا. وطلعت انا عايش في وهم كبير، هذا يمكن شفته الايام الماضيه دائما يعني اقول تخطيط الموارد. حتى الميزانية ومثل ما راحت الميزانية وعن شيء قلت الميزانية وراحت الميزانية وهذا التقشف، فكل شيء يبدو أنه راح يتبخر أو راح ينتهي. هذه في لحظة عشتها هذه في بداية 2014. فصار
هي مثل بناء جدار، هو جدار واحد، وهذا الجدار بمجموعة طابوقات. يجوز أني قاعد أطور في الشيء والطابوقة هاي صارت بالسابع العاشر، وراح تبقى هاي الطابوقة ما نخليها توقع. فلازم عندي رؤية استراتيجية أنا شو بدي أسوي حتى شنو كل الخطط هي تنبع من هاي الرؤية. فلهذا يدخلي أرجع أقول الريكومنديشن لأني من 45 على المواضيع حتى أكرر رؤية استراتيجية. فشفت هاي العلامة outcomes based education organization structure لازم أدخله staff development خطط تطوير للأساتذة وكذا teaching effectiveness اللي هو هذا اللي إنه مثلاً يعني أنا أذكر مثال بسيط أنا أقول لهم صدق حتى أشجعهم أحب هاي الرغبة في المختبر حتى محاضراتك وثلاث أسئلة خليهم بالأخير stop doing that continue doing that وstart doing that وخلي يكتبون بلا أسامي وكذا وعوضهم على الصراحة وخلي يشوفون شو اللي عجبهم بهاي محاضراتك شو اللي ما عجبهم فشيء جدا بسيط قد تكتشف أشياء أنت كانت يعني سنوات طويلة تدرس وتغافل عنها والعنوان الآخر اللي هو الستاف اندكشن سكيم اللي في عين لازم له فد شيء ثلاث دليل ثم البير ايفالويشن صار كلام عليه والستاف ورك لود هاي الاف تي اي والوحده وكذا والريسيرش شلون نسوي فرق عمل الى اخره هذه كلها مواضيع ممكن باور ريكومنديشن عليها البروبلم بيس ليرنينج والريسورس باسيتي والتكنيشن ستراكشر والسيستم ديزاين كورس والكوب رقم التدريب الصيفي زين اذا رجع نشوف كل واحد بيد الوزن مالته في الريكومنديشنز عفوا فسويت ماتشنج بين ريكومنديشنز وهذه العناوين او المواضيع اللي تحتاج الى تطوير. طبعا اي مقارنه بين اي جامعه عراقيه او جامعتي خلينا نقول والجامعات الاجنبيه راح اشوف هاي الاشياء قسم منها موجود لكن مو مفعل وقسم منها اصلا ما موجود. فسويت هذا الماشي بالحقيقه طلعت بهاي النتيجه. النتيجه انه 13 ريكومنديشن هي تحت هذا العنوان. وحده الاستراكشر مال الكليه والتنظيم الاداري وهكذا بالنسبه الى البقيه. هاي عدد التوصيات لكل موضوع. جد المجموع 45 شنو اللي صار؟ انه حتى هذه المواضيع اكو تداخل فيما بينها، اكو شيء نسويه من هذا البرنامج هو يخدم برنامج اخر. اذا معناها اكو فد مظله بعد تكون اكبر من هاي، اكبر من هاي المواضيع حتى ارجع اكون هاي الرؤيه الاستراتيجيه اللي مطلوب منها. فشنو هي هاي المظله؟ مثلا التيتشنج ايفالويشن اظن الاوتكم فيست اديوكيشن انه الاستاذ يدرس الاوتكم صارت ما صارت فهو راح يجي يسأل طلابة إلى آخره. كذلك البير ريفيو. كذلك بروبلم بيس ليرنينج اللي هو في التقنية مع الليرنينج وفضل الاستراتيجيات مع التعليم والتعلم. والسيستم ديزاين كورس لأن المتطلبات والتدريب الصيفي كل هذه تحت هذه المظلة. أكو أمور أخرى في تطوير الكوادر يعني اعتبرت أنه الريسورسز والفاسيلتيز موارد مالية وبشرية ومباني. يعني ثلاث أشياء تحت هذا العنوان. فصارت كلها تحت هذا العنوان. وبقت الريسيرش هي اصلا بها 10 توصيات، فصار المجموع الان 45. يخرج على صفحه السفنياويه شفت انه احنا الويت الرئيسي اللي نحتاج فعلا نطوره هن شغلتين. واعطوا ترابط انا ما قلت ان الاشياء منفصله عن بعض. Outcomes based education عنوان العريض، الموارد الماليه والبشريه والمباني الى اخره، وايضا البحث والفكر مال البحث والفرق البحثي الى اخره، الى اذا واحده يراد كلام طويل عريض. اذا العنوان الرئيسي هو صار outcomes based education. ليش اختاريت هذا العنوان قبل ما احكي عن هذا الجرام اللي حصلته؟ ال resources وال facilities اللي ترجع على السلايد اللي قبل هذه بدها فلوس يجي تقسمها المصادر شبك هاي بدها فلوس اذا هذه ما افكر بها هسه هذه ال outcomes based education يرد لها الناس كلها مو تتحرك وياك هي راح تنزل الى مستوى المحاضره مو بس الصف المحاضرة الواحدة هاي الكونتاكت اور الواحدة اللي الاستاذ والطالب. فهذه هذا التحدي الفلوس هو تحدي من نوع، وتحدي اخر انه كيف تقنع المجموع ان هذا السيستم هو اللي راح يبني الكلية مالتك. فهذا تحدي مال كلام وفعل وعلاقات وصداقات وترغيب وترهيب وتنمية بشرية وما اعرف ايش، ولكن ذاك تحدي فلوس كل واحدة لها صوت. صار انه هذه اعلنت ايركس عن جرانت في بدايه 2015 انه 50,000 دولار حتى شنو تستمر العلاقات بين الجامعات الامريكيه والعراقيه. احنا عندنا شراكه ويا كنتاكي وهم كانت الشراكه منتهيه في نهايه 2013، يعني بعد عمان لما رجعت رحت اشتركت ايضا في ورشه في اربيل اللي اختتام التعاون بين كنتاكي والكوفه لانه الفلوس مال البرنامج خلصت. فوقتها اقترحوا انه شنو تقترحون؟ طبعا هذا العنوان outcomes based يعني
بالي من الأول، فقلت لهم هذا العنوان، قالوا خوش حصل تمويل، فكرت مثل ما فكروا زملائي جامعة تكريم جامعة صلاح الدين، عفوا جامعة الأنبار، إنه حصلوا مجلس المحافظة، فكنت أول 2014 أخطط كيف أقابل مجلس المحافظة وأقنعهم إن هذا سيستم وكذا، حتى فكرت بالرقم 500 دولار إلى آخره. ما يعني بعدين صار مشاكل أخرى بعد أدخل بيها، قطع علي هذا الطريق. إذا ما أمامي إلا 50,000 دولار أمام سيستم وعنوان عليه. فشنو أسوي؟ فكرت بآلية استرحال. فلهذا صار برنامج اسمه مو تشينج موف، يعني متعمد اختار هذه الكلمة، موف فروم تراديشنال إدوكيشن إلى شنو؟ أوتكمز بيست إدوكيشن. هذا كان عندي غلط لأنه حتى من أقنع الطرف المقابل، لأن أول سؤال سؤال الأمريكان اللي هم مانعين، طبعاً هاي المنظمة أراد الفكرة عنها، International Research Exchange هي تدير منح من الوزارة الخارجية الأمريكية لشراكة بين الجامعات الأمريكية والعراقية، وهذا منح صغيرة بشكل 50,000 دولار من 5,000 إلى 50,000، و 22 نوفمبر هذا العام يعني قبل من أول يوم إجينا كان هو آخر موعد في هم برنامج آخر 50,000 دولار اسمه HEP Higher Education Partnership. أتمنى أنها تكون وجدتكم تشاركون بصراحة للحصول على هذه المنح حتى تنفذون ولا أشياء بسيطة. إنه حتى راح يقولون أنت معقولة 50 وفعلا هذا السؤال سألت بالإيميل. وأخر شيء حتى مقابلة سكايب وكله إنه ما معقول أنت راح تسوي هذا 50,000 دولار. كيف أقنعتهم؟ أصرح لكم. طبعاً برنامج جون 2015 بدأ وينتهي جون 2016 هذا سنة وسط البرنامج. أنا راح أحكي عن المراحل اللي صارت ومراحل المتبقية. فليش outcomes based education؟ قلنا الآن كأنه ما نحل البروبوزل ده يسألني إنه نريد من عندي فلوس أصرفها، ليش تريد OBE؟ ثلاث أشياء اخترت. أولاً أريد أسوي التعليم مادي قابل للقياس، لأن المخرجات مال التعليم بدأت رخيصة، مثل النجاح أصبحت لا تكفي. اثنين، أريد صناعة القرار بالتعليم العالي يكون مبني على الشراكة، شراكة الأطراف الآخرين أصحاب المصالح أو الشركاء، إيه كانت الترجمة لازم أسمع عليهم. وثلاثة وهو المهم إن هو نظام للكواليتي أشورنس، هسه راح نشوف على مستوى الأستاذ ومستوى القسم ومستوى الكلية. خلينا نعطي فكرة أول شيء عن هذا النظام حتى أبين مراحل المادة. أنا تخيلت كأنه عبارة عن 3 levels وأريد نبنيه عندنا 3 مستويات، مستوى الكورس مستوى المادة الدراسية، مستوى القسم أو مستوى البروجرام. أنا استعمل بصراحة بعض المصطلحات يصح يمكن أقول ديبارتمنت، لكن حتى أقنع يعني حتى أفهم زملائي هذا إنه بروجرام وشهادة، لما قلت قسم بس شهادة يمنح تقريباً، فأقول هذا مستوى القسم ومستوى الإندستري مستوى حتى العمل. فإحنا راح نبني أشياء بالنسبة للدروس ونبني أشياء بالنسبة للقسم، ومن ثم عندنا أشياء وأهداف حقها اللي هي الأوتكمز مال المهندسين اللي راح نشوفها. إذا نشوف لك الحركة ما شلون راح تصير، إذا معناها أول شيء نبني كأنه نريد نفتح القسم من جديد. فنريد منتج مهندس مثلا مدني ميكانيك، فقول شو نختار؟ مواصفات هذا المهندس وهي educational objective. زين هذا شلون راح نحقق المواصفات طبعا بعد ما يشتغل 4 سنوات؟ انه يكون يتخرج وهو عنده علوم نظريه والى اخره صراحه. زين هاي منين تجي؟ تجي من الكورس اوتكم، المحاضرات اللي كنت تدخلها. اذا هاي الليفلات الثلاثه كل سنه براسي لانه يوحد الدرس. لهذا صار في بالي انه بدينا بالاول احنا قسم متاسس، وهذا ايضا كلام كثير نقاش في شركائنا بكنتاكي، انه راح نبني من الجهتين، نبني من القاعده ونبني من القمه، ومن ثم نبني نسوي تعديل وتصحيح. يجي الان كورس اوتكم شو يصير؟ انه الاستاذ يسوي استراتيجيه، استاذ راح يشوف على الاستراتيجيه يسوي بها اوتكم، والطلاب ياخذ رايهم، ومن ثم هذه لوب مستمره، فهي لوب مال كواليتي اشورنس، وهذه تؤدي الى القسم، القسم ايضا ياخذ شركاء اللي هم ارباب العمل والى اخره، لهذا سنحكي على الليزون ارباب العمل الى اخره حتى ما اخذ اكثر من الوقت. اذا هذا هو الفلو شارت. اذا اكو لوب كبيره كانه صورته وداخلها لوب صغيره، اللوب الكبيره هي كواليتي اشورنس سيستم مال القسم العلمي او الشهاده العلميه، وفي كل درس وكل استاذ راح يصير له لوب مال كواليتي اشورنس. شلون؟ شنو الطريقه اللي اقنع؟ انا بصراحه يمكن من الاشياء يعني المثيره للاهتمام انا اقول تعلمتها منها هي الاسئله 4. هذا سكيل يمكن ما نسالها، ماذا تفعل؟ كيف تفعل؟ كيف تتاكد من النجاح؟ وكيف تساهم في التطوير؟ وكيف تطور عملك؟ اي شيء يقول لي جوده انا اطلع هاي الاسئله من جيبي مثل سكيل مصدر وخلي عليها الجوده، مسؤول جوده ولا قد يكون يقول ما مسؤول
industry advisory committee ولكن مشان صعب على المواجهة. فسؤال إنه فكرة اختصار الموضوع مثلا قسم المدني والموارد المائية الاندستري كوميتي مشان اختصاص الميكانيك والمواد الاندستري كوميتي ثانية الكهرباء والإلكترونيك خمسة أقسام الاندستري كوميتي ثالثة. وين التحدي أتوقع إن الخريجين بعض الأقسام ما يشتغلون باختصاصهم؟ ما يخالف أنا يقولون زملائي مثلا من السكولية والناقل في برشلونة على الصور أنا أقول ما يخالف إحنا نكتبها هو إحنا حتى نعرف وين المشكلة إنه مثلا هذا القسم بيخرف ماكو شغل اختصاصه. المهم مثل ما قلنا الهدف الأول وهو يشخص عوامل الواقفة بوجه التطور. الشيء آخر إنه نكتب البروجرام أوتكمز. طبعا هذا الحقيقة ممكن يكون أي إكزامبل آخر واحد من إكزامبلز مع سلامات دكتور محمد الرباعي بس أنا زين ما هو محمد الرباعي إنه اختارين إكزامبل هو أبد باعتبار يعني ما عندنا الآن في قاعدة معلومات إنه شنو المواصفات اللي يخرج بها المهندس من القسم. الآن يجي المهمة الصعبة اللي هي أصلاً قلناها تحدي أمام هاي الاستراتيجية اللي عرفنا قضية الفلوس وعدم توفرها إنه شلون نخلي الكل يقتنع بهاي الفكرة ويؤمن ويجي يكتب ما يطلب المحاضرة. أنا مرات أستعمل في الجمل يعني ما أعرف إيش يسموها يعني إعلامية رنانة مثلاً أقول للأساتذة من يطلب المحاضرة ذكر هاي الجملة أنت مدرب مو مدرس. راح تأثير شو انتباه يعني شنو مدرس شنو مدرس وفرق حرف واحد ولا لا مدرس يعني انت بحضر المحاضرة انت معصب ولا تحكيها يسأل يسأل ما يسأل ما يسأل وتروح تمتحن وتمتحن تصل مدرب ليش انت تسوي سيناريو كانت الان مخرج مال فيلم اسمه المحاضرة ايش تحكي وشو تسكت وشو تراوي وكذا والى اخره قد يكون بها اجزاء خارج الصف فعاليات نشاطات على اي حال. فكان الان 20 درس في كل كورس يعني 20 استاذ 120 استاذ في 6 اقسام هاي واحدة من الورش اللي ندربهم نحكي على شلون يسوي الكورس بورتفوليو. شنو هو الكورس بورتفوليو؟ يتكون من هاي الاشياء المهمة اللي راح نحكي هي اربعة تمبلتس اللي هي تغلق لوب كامل على كواليتي اشورنس للدرس الواحد. اول عمود هو الليرنينج اوتكم. الان ليش انا اقول هاي اسميها رؤية استراتيجية؟ لانه راح تشوفون الان مثلا هسه هذا موضوع الليرنينج اوتكم فتح لي افق انه مثلا نسوي شراكه برنامج تطويري الى اخره انه فقط تدريب الاستاذ كيف يكتب ليرنينج اوتكم. الان برنامج ولد منين؟ من رحم برنامج الام المظله الكبيره اللي اسمها شنو؟ الاوتكمز بيست ايدكيشن. ليش؟ انتم حاسين خلاص انه هي افعال نكتبها. لا هي مو هالسهوله هي صح افعال صح مفاتيح الاوتكمز هي افعال يصمم يشتاق يعرف يعلم الى اخره لكن يخاف علما لوم تاكسونومي هاي المستويات وهاي المستويات هي اللي تحدد لنا طريقه صياغه السؤال بالامتحان الى اخره. فالموضوع كبير وليس فقط كبير لانه لازم نفكر من الان انه الاوت كمز هي ليست نولج فقط كما هو متعارف التعليم التقليدي انما هي نولج سكيلز كوميونيكيشن الى اخره. سوفت سكيلز سمعنا عنها كثير هاي الايام ويمكن ما سمعنا او ما ادري انا عندي خاف اكون غلطان الاتيتيود. انا اتذكر قريت الفيجن مال الاي اس سي دكتور رمزي انه خلاص لازم اكو اتيتيود حتى المهندس مال القرن 21. شنو الاتيتيود؟ تبني انه العمل الهندسي اللي يتعلمه بس يتبناه بشكل انه هو يشعر نفسه صاحب رساله في هذا المجتمع او في هذا الكون في هذا الكوكب. يمكن اول ما بدا البرنامج رفعت كتاب اسمه شيبينج ذا ويرلد استاذ سامي مشكور رفعته على موقع يعني انا قريت هاي الجمله هذا المهندس في القرن 21 لو راح يحرق الكوكب الارض ويدمره تماما لو راح يعمره. فالمهم علينا تقع المسؤوليه على عاتق الكليات الهندسه. لهذا اخواني اي شوفوا خراب او فساد في العمل الهندسي في العراق لا تبرون ذمتكم من عنده. لازم تفكرون انه هذا الطالب هو بيتخرج هو اللي يروح يصير اداه في هذا الخراب. اذا هذه هي الاتيتيود. هذا العمود الاول، العمود الثاني هو استراتيجيه شلون نسوي الاوتكم. هذا راح يفتح لنا افق رحب لمثلا دورات وبرنامج وشراكه مع جامعات وكذا اللي هي شلون ننتقل تدريجيا من تيتشنج للليرنينج. يمكن صار ايضا كلام في اليومين الماضيه. ونخلي فكر الاستاذ مثلا انا اذكر مثال حقيقه انه كل شيء لازم ما اتكلم فيه الاساتذه زملائي قبل ما اطبقه على نفسي. يعني في اي اجتماع دائما اذكر مثلا بنفسي. اخذت رأي الطلاب لي سويت كذا. قلت لهم انا ثاني قاعد ادرس كونكريت الصف الرابع. هسه وهل ما اقول للطلاب واحسن رسم على السطوره اقول لهم اخذوا سكشن بالبنايه بهالشكل قصوا البنايه. قريت انه هذه الليرنينج كل ما الطالب يحس هاي الاشياء بالحواس الخمسه
الصبح اوزعها على كل طالب من البنايه واقول اقطع سكشن يعني اقول شغل عن البنايه جيب مصدرك يعني مثلا نكسيد فرنسي شفت واحده من دورات الاكسيد على شكل دي فيديوهات رحت كنتاكي وشفت درس مع الميكانيك مع التراس الاستاذ جايب وياها فاس فاس وما اعرف ايش شيء قوم طبعا ما صارت المدربين قوم واحد منهم قال هذا فاس عمل خطر لبسها طبعا مع المهندسين لبسها نظارات بلاستيكيه كذا حتى يفهم انه سيفتي يعني نسوي الطالب يمشي انه اهم شيء وخذ سكشن هذا التراس جاب الفاس وقصر التراس بشكل شكل وبعدين خلاها على السطور ودرس قوه طالعه من عنده وقوه طالعه قويه وما ادري ايش انا اعتقد هاي اللقطات مستحيل ينساها الطالب اذا هو تعلم بهذا الشكل هذا الموضوع واسع افق واسع ايضا الان بالمستقبل هذا راح يكون لي بيت انا عندي عمود الان كل ام بي استاذ كل ام بي في درسه اللي هو استراتيجي ستريتشين اوت كم فراح يفتح لي افق ادرب على هاي الاشياء الاستاذ الشيء الاخر العمود الثالث اللي هو اسسمنت ميثود احنا نزل اسمحوا لي اعرض هاي الصوره يعني الاستفسار ما بس حتى ما تربط فعلا بقدر اخليها فهم الامتحان انا اعتقد كلكم تتوافقون وياي انه هواي طلاب يقول لك احنا فاهمين الماده بس بالامتحان ما ادري شو اسوي او يا ما طلاب يجون يقولوا والله انا اشرح للطلاب انا احب اساعد الطلاب بس بالامتحان ما ادري شو اسوي لهذا لازم نفكر من الان انه الامتحان اما نخلي امتحانات كثيره بحيث الدرجه على الامتحان تصير صغيره بيكون مرعب للطالب فاينل مثلا عليه 60 70 او فاينل عليه 50 اوكي هاي قضيه القضيه الاخرى بالاسسمنت ميثود او الامتحان هي التيبل 2 شنو التيبل 2؟ احنا شو متعودين؟ نسوي اسئله وبعدين نسوي هذا التوزيع التكراري مال بالنسبه للنجاح ونشوف الطلاب ايش قد الناجحين وكذا الى اخره فيجي القسم يشوف الاستاذ مثلا هذا التوزيع التكراري مثلا قريب 50% 70% نجاح يقول له اوكي شغلك لكنه ما سوينا في اليوم في شيء اسمه ايتم اناليسيس شنو الايتم اناليسيس؟ انت تاخذ السؤال واحده سؤال واحده من الاسئله ليش؟ لان السؤال انت خاله اما حتى تقيم الاوت كم مالتك صار له ولا وهذا السؤال تخضع الى ستاندرد ديفيشن نسبه اللي حلوه اللي ما حلوه واصلا الواحد راح يعني حتى اتاثر على الموضوع هوايه فشفت انه حتى اللي تعلمناه طريقه التدريس هم بيتغير شوي شوي، شو تعلمنا؟ يقول لنا عززوا الفوارق. يعني شو نعزز الفوارق؟ يعني انت ضمن الصف وانت عندك واحد ذكي واحد يعني اقول يعني مستوى ذكاء اقل وكل النص الماجورتي والله الاغلبيه وين صايرين؟ بالنص. لكن على outcomes based education قلنا أنت مدرب مو مدرس أنت ذا الخسارة أنت تكون كلهم يحصلون على المهارة وما تقول بالعكس إذابة الفوارق كنت تعمل على إذابة الفوارق يعني حتى الفلسفة مال تحليل سؤال الامتحان بصراحة هي أهم يرد لها كلام ودورات وتدريب هذا table number two اللي معنا من اللي أنا راح نبني المفروض بعد الامتحان نيجي إلى table number three المهم وهو إنه إحنا خلينا نشوف نسوي هذا السيرفي الشركاء الشركاء بالدرس اللي هم بين الطالب والأستاذ فراح يصير ريتنج إنه تعلمت أو ما تعلمت الطالب راح يقول والأستاذ راح يأخذ إنه آيتم أنالسيس الامتحان مالته وراح يشوف وراح يسوي مطابقة بين النتائج ويطلع كومنتس هاي دائما أقول لأساتذة زملائي أقول لهم الكومنتس هي الثمرة هذا الزرع كله قاعد نزرع أقول لازم كومنتس يجينا الحق الفارغ معناها ما أثمر القضية ما أثمرت لازم أحط كومنتس انت اكتشفت انه هاي هذا الموضوع بدا بسرعه كان اكو عقد كثيره ما ادري ايش الى فلا ولا تعرف مال الطلاب وما افتهمهم هذه الكومنتس راح تتبوب وانت تدخل تيبل نمبر 4 اللي انت ايش راح تسوي للسنه القادمه او للكورس القادم او للامتحان القادم مثلا اذا هي قضيه مثلا ممكن يخلوا ممكن تكتيك يتغير او شيء فلهذا هذا هو اللوب اللي قلناه اللوب اللي هو على مستوى الدرس هذا الان كل اللي قلناه الشغل وين راح يصير على مستوى الدرس على مستوى الاساتذه طبعا قلنا راح نسوي ادفايسري كوميتي على مستوى الاندستري وايضا كل قسم راح يكتب الاوت كمز مالته هذه لحد الان هي ما مفيده الان راح تبدي فائدتها شلون انه راح نسوي مابينج بين هاي المستويات الثلاثه اللي هو الطالب الهندسه مستوى تخرج اشتغل صار له 4-5 سنين الان نرجع انا هيك هذا انظر له بصراحه مثل منخب مثل الغربيل هذا راح يغرب الشغل مالنا هذا راح يطلع شكل دروس زايده، هذا راح يفوتني ايش قد احنا نحدث المناهج ونضيف الدروس نغير الدروس ما ادري ايش، كل قراراتي راح تصير وين مبنيه؟ على هذا المابينج بين هاي المستويات الثلاثه. راح تكمل هذا العمل، يعني نجح خلينا نقول العمل، هذا راح يطلع استنتاجات كثيره.
هذه الكورس فوليو اللي كنتوا 28 استاذ ضمن خلوني بجت انه تروح الى كنتاكي حتى تصير ريفيو لها ومن ثم ريفيو لهي العمليه كلها فيصير عندنا 120 ريفيو كورس. اذا كنا ايضا سوينا شنو الاكسترنال اكزامينر اللي حكينا عليه انه يجون ناس من خارج الكليه ويشوفون العمليه التعليميه. هذا كله راح يصير ان شاء الله شغل الفصل الثاني. تقريبا هذا هو بشكل سريع البرنامج. خلينا نختم بالجود نيوز يعني الحقيقه عمل كبرى من نجاحات هذا البرنامج وهي موضوع الاي سي اي تشابتر. في اعتقد 2012 كان كورشن كنا بعد ما اشتغلت التقييم الذاتي حاولت اتذكر كثيرا التاريخ بالصيف بشتى ناسي. تذكر الدكتور رياض منهني استاذي بيشرح لنا قال واحده من الامور اللي تطور التعليم هو بناء العلاقات مع المنظمات الخارجيه وذكر منظمه الاي سي اي معروفه عند الهندسه المدنيه هي واحده من اقوى المنظمات العالميه في الكونكريت. وقال انه احنا المهم انه الطلاب كيف يعني يكونون حقيقه يساهمون بمشاركات عالميه بشغلهم بمسابقات هاي الاي سي اي بمشاريعهم. وكان يعني جمله لها الدكتور رياض كانت مثل حلم يعني راوي للجميع انه ممكن يصير ما ممكن يصير. الحمد لله صار. والورشه 2013 اللي صارت باكتوبر اعلنا انه صار فرق. بس الهدف كان شنو؟ انهم طلاب. يعني انا اقول من المصادفات الجميله او كذا انه عدد نوفمبر مال المجله مال هذه المؤسسه الانترناشونال طلابنا الان يشوفون صورهم اللي هم اشتركوا في مسابقه مع مشاريع التخرج بالكونكريت فازوا في اول وثاني وثالث والان صورهم منشوره على هذه المجله. هذه المجله بتروح ل 20,000 عضو بالاي سي اي في 120 دوله فالعالم راح يسمع عن شغل اللي سواه حسين قرار من جامعه البصره ورنا حميد من جامعه التكنولوجيه وبهار عبد الرحمن هذا اللبس الحلو الكردي من جامعه صلاح الدين هولير. وبالتالي في العالم كله راح يعرف ان العراق مو بس بلد الحرب بلد الحب.